قل بعض النساء لا يطفئن الأنوار عند النوم، ظنا أن هذا الفعل يطرد الشياطين، هل هذا من الشرك؟ لا، ليس من الشرك. خطأ، يعني كلام غير صحيح هذا. يعني وجود الضوء في البيت أو النور يطرد الشيطان، هذا غير صحيح، لم يثبت هذا. ولكن ليس من الشرك، يعني لو ترك الإنسان الضوء يعني في البيت لم يطفئه، فإنه لا يكون مشركا لظنه أن هذا يطرد الشياطين. يعني لو فعل هذا ظنا منه أن هذا يطرد الشياطين لا يكون شركا، وإن كان هذا الظن خطأ لكن ليس شركا.